شو هاد؟ هي أول محاولة فاشلة للاوردان. فينا نقول إنه بيخوف مو؟ بالنسبة إلنا ما فينا نقول غير إنه حلو. البروفيسور موريتي هو الخبير اللي عم يشتغل على هذا الموضوع وعم يدرسه من أول ما طلعت لنا هي الإشارة. بقدم لك المحققة غرينبيرغ. هذا المستنسخ بالنسبة للاوردان كان مجرد محاولة فاشلة من مجموعة محاولات، أما بالنسبة إلنا ولكل العلماء أعطانا معلومات مهمة ومهمة جدا. كنت مفكرة إنه المعلومات المهمة إجت بس من الفضاء. بدون ما يكون عنا جينات صحيحة للاستنساخ أي نوع من المعلومات ما بيفيد. ونحن لهلأ ما عنا الجينات الصحيحة. وهنن عندهم إياها؟ هذا الجنين هو نسخة فاشلة مع كل أسف. عنده جينات غريبة مو موجودة عند أي حدا من البشر. ونحن منعرف من وين جابوه؟ ناطرين ميناي قلنا من وين جابوهن. ميناي له علاقة بهالقصة كمان؟ عفواً. ايه ميناي هو اللي استنسخه. ما عم صدق هالشي، عن جد مستغربة. لما أعلنت عن رجعتي من القمر ميناي اتصل فيني أول واحد، وأنا هربت من المشفى لأنه كنت متأكد أنه هو الوحيد اللي بيقدر أنه يساعدنا ويحللنا هاللغز الصعب. بشو ممكن يساعدك قاتل مجنون باستنساخ الوحوش والمشوهين؟ يا أنسي، هذا القاتل المجنون بكل صراحة مو بس استنسخ هذا الوحش، في كتير وحوش استنسخون وما حدا عارف باللي ساوى أبدا. قصدي قبل بسنين طويلة كتير استنسخوا للوكا. بروفيسور؟ ايه؟ لقوا للوكا موجود بالمشفى المركزي، كل المحطات عم تبس هالشي ونحنا كنا عم نتابعه. طيب بدي تتأكد انه لا غرينبيرغ ولا تريخو رح يقربوا من المراقبين، ما بدي يشوفوه للوكا. يلا تحت أمرك. طيب وهلأ بروفيسور موريتي، تريخو، أنتوا كملوا شغلكم واشرحوا لضيفتنا كل شيء. صاير شيء يعني؟ لا شوي وبرجع.